عايز كل واحد فيكو يفتح علبة الهدايا اللي قدامه. بلاش. طارق خلاص. لا افتحوا افتحوا الهدايا. ده مكياج. هو حالك ده طبيعي؟ ما هو ده شكل واحد طبيعي. ماجد ده مكياج. لا مش مكياج، ده كونسيلر. ده بيزيل اثار الاجهاد اللي تحت العين. احنا لسه قدامنا ليله طويله ومش عايز شكلنا يطلع وحش في السنة. لا انا متفق مع فرح اني هبقى سقسق معاها من الكونسيلر بتاعها. انا محضر لكم بقى مشروب ديتوكس انا اللي عامله علشان يحافظ على البشره. كنت جبت لنا مغايه احسن. شفت كنت هتنسوني بقى اهم حاجه. افتح دي. تادا. ايه ده مجد؟ ليه مفيش فتحه من عند الصدر ولا ديكولتي في الظهر؟ ليه؟ جينا بقى لاهم فقره واقوى فقره في بروجرام الحفله النهارده، مساج افريقي تحديدا من زنزبار. ده باين جدا. بيقوم بيه كابتن وليد. كابتن وليد بقى عنده تكنيك جديد جدا، هو مزيج ما بين المساج وعمايل الفطير. هو مؤلم بس بيفك جسمك تماما، فسيب له نفسك خالص. انا مش هسيب نفسي انا خالص. كابتن وليد العريس. استنى يا وليد.